انت اليوم نجحت، نجاحك عند البعض ماهوش مفهوم، فما برشا فنانين ما يحبوكش ما يقولوها لكش في وجهك. صحيح، اما نحس بالطبيعه ما يحبوش. شكون يا بالطبيعه؟ كيفاش تحسها؟ سي لا لوجيك هذيك، هو تحس. أنيس الدزيري موسيقته مسروقة، اسمه الفني مسروق، وصوته معاود في استوديو. هذا ما اللي يقولوهم، يظهر لي توا ما نعرفش نزيد، ما نعرفش تحب تزيدوا حاجة أخرى؟ ما فما حتى مش يزيد باهي. عندي غنية سنتيمونتال زادة باش نهبطها إن شاء الله نفس ال كل يوم. شحال زرعتي وردة في القلب ورجعتيني صغير ونلعب ويام، حتى قلبي زاهي ويكتب وينا عشاق وجوم بال الحب. شحال زرعتي وردة في القلب يا ماما ورجعتيني صغير ونلعب بابا يا ما، حتى قلبي زاهي ويكتب عشاق وجوم بال الحب. فور المحبة ولي سنتيمون تكوني معايا نسيني طول طو، فور المحبة ولي سنتيمون تكوني معايا نسيني طول طو. انتي الدنيا انتي يا مون، ومهما كافيك 0%، ومهما كافيك 0% ينا، ومهما كافيك هذه ان شاء الله تعبت، ان شاء الله الجمعه الجايه ان شاء الله حولي. ما نعرفش، انا قعدت نخمم في الجمله اللي قلتها لي. وجعتك؟ توجع. توجع عادي. لازمك تعطي فرصه للعبد باش يوريك انت شنو. توجع. توجعك انت، يجيك واحد كيف ما قلت لي تو يقول لك كذا، ربي معاهم، انا راني ما نشرشيش برشا على العباد. اما توجعك. اسمعني انت، سمعتني في اللايف. كي تسمعني يحكم علي. فنفسخ روحي وحدي. وحدي. أنا نجبد روحي من برشا حاجات. أنا غلطت كيف قلت لك؟ لا مش أنت هذه، مش معناتها أنا غلطت كيف قلت لك الكلام هذا؟ إيه بون تمس بون توجع كيف باش نعرفش عليه. أنت يا أخي ما تتمناش ولد بلادك يبدا ناجح، ينورك، يهزك البلايص، يسمعوه لبرا، يسمعوه توجع. ما انت ما تحبش معناها شكون هو منين طلع؟ اي فوالا اي كذا. جديد عليك الكلام هذا؟ ماك تسمع فيه؟ نسمع فيه، نسمع فيه، نسمع فيه، ماهيش نسبة كبيرة. ماهيش نسبة كبيرة، البعض ماهوش فاهم انت منين طلعت، كيفاش طلعت، علاش طلعت؟ خاطر ما تبعونيش، خاطر انا ما عنديش ميديا. انا قبل كي عمري 14 فهمتني، نخدم انا في روحات ونخدم كذا ونخدم كذا. توا تحلت بيبي ولينا نجي ولت لابس بالسيف عليه باش يسمعك، بالسيف عليه نجاوبه كي نغني له وين. خلي عمرك والله هذه، والله والله برشا ظلم، والله والله العظيم. وعادي تلقاه يقول لك هكايا وبعد جاي يجي يسلم عليك وكذا. بو هذه هذه نحكي لك حاجه، ويقول لك نعملوا ديو مع بعض، ونعملوا انت فاهم هذه بلاد شكون يعيط اكثر مش شكون يغني خير. من الاخر نعطيك من الاخر ما يحبوش يسمعوا، يحبوه ما عارفش، ما يساعدهمش اللي تحكي عليهم انت، ما يساعدهمش. الحمد لله يا ربي، الحمد لله، الحمد لله والله، الحمد لله. هذه ما عملناش حاجات احنا
تشوف والله العظيم ندور بواحد نتلكش على واحد نجبد واحد بعيد شديت ستير وحدي بعيد 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 عليهم برشا. ليه يقول لك سامحني السيد هذا بعيد طلع عنا عامل 40 مليون؟ مش نعمل ما نعيش في بلادي نغني. تعرف معناتها 40 مليون معناتها ايه ما نغنيش في تونس نمشي نغني في فين؟ في ستوكهولم نمشي 40 مليون فما شكون حتى يقول ليه هذاك راهو صابب عليهم فلوس يعملهم في سبونسورين. والله العظيم صدقوني عمري ما عملت سبونسورين على الغنايه حتى دينار ريتهم غنايتي الكل عمري ما شوف انت تعرف جامي حتى زاد كليباتك عادين عادين ونكون حتى مصورين بالتليفون واشترى ماهمش واشترى ماهمش مصورين تعجبني غنايه كي نهبطها عادي هي ما انت راك تخدم طريقه بدائيه على الاخر صحيح معناتها كيف نجي نشوف 40 مليون انت عاملها بلا ميزير لحنها ما واخذ من الانترنت كتبتها وحدك صورتها ب 200 دينار صحيح هكاك 200 دينار تعمل 40 مليون نشوف غيرك فنان اخر يبدا حاطط ملين فما شكون يوصل ل 40 50 مليون انت جاوبت هذه راك تو انت جاوبت انت جاوبت ليه جاوبت انت تو وانا عملتها انا ب 200 الف وهاك عامل 40 مليون واللي عمل ب 10 ملايين و 20 مليون شنو يعمل؟ عامل مليون هي ما انت جاوبت هو بالنسبه لي هو انت ماهوش فاهمك هي الغنايه هذيك علاش خاطر حاجه مزيانه انت لغز انت ماكش مفهوم انت منين طلعت خليها مكيك خليها مكيك باهي هكاك ولا خليها مكيك ما يصيرش خليها مكيك تو يفهموا تو يجي نار ويفهم والله تو يجي نار ويفهم